10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة واستمرار مباريات دوري أبطال أوروبا تشامبيونز ليج. ولكن قبل ما نعرف التفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين، توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ويخطف ثلاث نقاط مهمين. ونتمنى دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعديل التعليقات. بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مباراة اليوم أرسنال أمام باريس سان جيرمان ضمن مباريات الجولة الثانية ومنافسات دوري أبطال أوروبا. المباراة على استاد الإمارات، قناة الناقلة بين سبورت 1 والمعلق عصام الشواري. توقيت المباراة مساء اليوم الثلاثاء في 10 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعراق، والثامنة مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. يذكر بأن أرسنال يأتي في المركز 21 برصيد نقطة واحدة بعد التعادل في الجولة الأولى، بينما يأتي باريس سان جيرمان في المركز الرابع عشر برصيد ثلاث نقاط. توقعاتكم معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ويخطف ثلاث نقاط مهمين ومنافسات دور المجموعات والتشامبيونز ليج. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.